السلامة، مرحبا بكم في الشان متاعي. اليوم جيتكم في فيديو تاج. التاج هذا اسمه ذا رمضان تاج، لقيته في شان اسك سامانتا، عجبني على الاخر في 10 كيستيون. دونك سون بلو تاردي نبداو الفيديو نتاعنا. اول سؤال، ليلة الشك والا ليلة العيد تستنى المفتي ولا؟ دونك انا الحقيقه نستنى المفتي ليله العيد ولا ليله الشك، على خاطر نحب نعرف اسكو غدوه باش نصبح صايمه ولا فاتره، اسكو غدوه عيد ولا لا، على خاطر يفكرني بالصغر، تفكرني كنت صغيره كنت نبدا نستنى في المفتي، خاطر غدوه باش نلبس حوايج العيد، باش نلبس الصباط الجديد اللي شريته، باش ناخذ المهبه. دونك التوا حتى معناتها عمري 26 سنه ومازلت نستنى في المفتي باش يقول لنا غدوه عيد ولا. سؤال ثاني، تخير تخدم تقرا في رمضان والا تقعد في الدار؟ انا الحقيقه نخير اني انا نخدم، على خاطر خدمتي مرتحت لي اني نخدم نهار ونرتاح نهار. دونك نخير اني انا نخدم، ما عنديش علاش باش نقعد في الدار. اون بلوس في النهار واحد ما عنده ما يعمل، باغ كونطخ في الليل نجمو نخرجو نسهرو نحوسو ندورو نمشيو بحذا لحباب نمشيو بحذا لصحاب. دونك نورمال انا ابخي تو كي نجي نحسب معناها رمضان 30 يوم نخدم فيه كان 15 يوم اكاها و 15 يوم قعدتهم في الدار. نخير اني انا نخدم في رمضان. سؤال الثالث، في رمضان الجوع اكثر والا تعطش؟ انا بيسك في النورمال معناتها نشرب برشا ماء، نشرب جازوز، نشرب جو، دونك نعطش اكثر من اللي نجوع. الجوع ما يقلقنيش برشا قد ما يقلقني العطش، نعطش اكثر. الرابع، تسهر للسحور والا تتكا وتعاود تقوم والا ما تتسحرش ما تتسحرش جمله باردون. بور كومونسي انا اصلا نسهر من بعد السحور، اكيد نقعد سهره من بعد السحور ونجمش ما نتسحرش، يلزمني نتسحر نشرب قهوه ناخذ بان شوكولا ناخذ كعبه كيك ولا نابورت كوا، يلزمني نتسحر ويلزمني نشرب برشا ماء في السحور باش نجم نقاوم النهار كامل. دونك نسهر من بعد السحور. السؤال الخامس، في رمضان تكثر عليك الشهيوي والا نورمال؟ كل نهار وقسمه، معناتها نجم نهار نتشاهى نجم نهار ما نتشاهيش، اما يمكن نجم نقول انا نتشاهى اكثر حاجه الغله، خاطر نحب الغله اكثر حاجه. دونك مثلا اليوم نحب ماش، اليوم مثلا نحب بطيخ غدا نحب دلاع بعد غدا نحب بنان، دونك نشتهي يمكن الغله اكثر من الماكله اكثر منها ماكله. سته، تصنف ولا تتي ولا تاكل اللي يجي في رمضان؟ التصنيف الحقيقه انا وياه مانيش حبيب، ما صنفش جمله. ناكل وي ناكل، ما ناكلش زاد اللي يجي، فما حاجات زاد ما ناكلهمش يعني كيما اي عبد موجود في الدنيا ذي، ما ناكل الاغلبيه ناكل. سبعه، تحب حلويات سبيسيال رمضان؟ اي نحب وزين القاضي، نحب الزليبيه، المخارق اللي ما نحبهمش الحقيقه، نحب السمسه زيده، اي حاجه تابعه رمضان نحبها. السؤال الثامن، تخيل الخروج في رمضان ولا سهريه في الدار مع العائله؟ نخير الخروج، انا من محبي الخروج في رمضان، تعجبني الخارجه مع الاصحاب مع العائله مع خواتي، نحب نخرج ما نحبش نقعد في الدار. الدار ديما نحسها هكا، ما نحبش الدار، نحب نخرج نحب نحوس، نحب ناكل بامبالوني مثلا، نمشي ونعملو دوره نمشي للبحر، نحب الخروج في رمضان. تسعه، تشري كسوه العيد ولا؟ بيان سور نشري، وديجا شريت عندي انا العيد حاجه جديده، العيد فرحه، دونك يلزمني نشري حاجه جديده ويلزمني نلبس نهار العيد حوايج جدد، صباط جديد، اكسسوارات جدد، لازم العيد عندي انا فرحه، دونك نشري حوايج العيد. 10، اكثر حاجه تكرهها في رمضان؟ اكثر حاجه نكرهها في رمضان العبيد كي تقول لك نحشش. شنو معناتها تحشش؟ مانيش فاهمه، تنجموا تفهموني في لي كومونتير معناها. تقولي مثلا يجيك راجل يقول لك انا نحشش على السيجارو، انا نحشش على الشيشه، معناتها انت بعد شقل فتره باش تخرج معناتها تشيش وتعمل سواكروك وامورك واضحه، تشرب قهوتك ونورمال معناها فماش حشيشه. مثلا زيد نكره التلكيش في الشارع، بداو يزمر على خاطرك انت متعديه مثلا، ما سبحان الله واحد عبد في رمضان فاشل، معناتها سخونه الدنيا، ميساش كي تستنى دقيقتين باش مراه كبيره تتعدى تشق الكيس، ولا سبحان الله، ولا مراه حبله مثلا باش تتعدى، نورمال معناتها فما شويه احترام للناس، ما تبداوش تزمروا. اون بلوس يبداو هكا شادين الصف في بلايص برشا، ما نعرفش انا علاش علاش رغبة في الدين يا جماعه، رمضان راهو رمضان الرحمه انا نعرفو،
دونك علاش انا ذي اكثر حاجه تكرهني في رمضان، ما نعرفش نكرهها في رمضان، هو شهر فضيل ابخي تو، شهر عباده، ما عنديش علاش باش نكرهوه. ملكه ميساوي باش نتاقي لو جورنال دو مروى وباش نتاقي بيوتي باي يسر. جيسبر كل فيديو عجبتكم وان شاء الله تكون عجبتكم، كان عجبتكم حطوا لي جيم، وكان ماكمش ابوني على ماشين ابوني فو سي توتالمون غراتوي. وا بيانتو البنات، شهيه طيبه، بوسه كبيره، باي باي.